بعد ما رحت انتهت المشاكل اليومية بهذا البيت وما عاد رجعت. على كل، عدوك اللدود حابب يرحب فيكي هلأ من كل قلبه. بالمناسبة، أنت خايفة من خسارة الانتخابات شي؟ عم تفكري بالاستسلام؟ سيد فياس، أنا بالعادة ما بستسلم أبداً. على كل حال، أنا هلأ ماني حابة فوت بجدال معك وسليك. عرفت إنه جدي تعبان، وأكيد أنا ما كان بدي زعله، لهيك إجيت لهون هلأ. طيب، تعرف، من باب المجاملة. أوه، شكراً كتير على مجاملتك مدام. هلأ هو ما كان في داعي تجي، بس بما أنك هون فأنا متأكد حاطة خطة ببالك. لو في خطة ما رح أكشف لك عنها سيد فياس. أه. فينا هلأ نفوت لجوا، لأنه جدي بيكون عم ينتظرني. طبعاً طبعاً، ايمت ما بده قلبك أنه يعمل شي من باب المجاملة لازم يعمله قدام الإعلام، بيترك انطباع حلو. ها، هي نصيحة مجانية للمجاملة بوجه. ناري، صحيح نحن عم نخوض معركة، بس طلب جدي ما برفضه. هلأ كمان نحن ما فينا حتى نوقف وشها لهديك البنت، وانتي لازم تحكي معها هارشة. لا تقلقي، بعد يومين ما حدا منا رح يضطر انه يشوف وشها أبدا. أنا ما عم أفهم عليك. أنا بقصد يعني إنه بالواقع عمتي خالتي قصدها تقول إنه الانتخابات قربت، وبما إنه بوجة وقفت ضد نارين بالانتخابات ما في طريقة ترجع فيها بوجة على البيت بعد الانتخابات، مو هيك؟ طبعاً أكيد. هارشة بنتي، بوجة صارت هون. إجيت؟ يلا، شكراً إليك. أنا عن جد متضايق منك، لأنك ما فكرتي إنه تتصلي فيني كل هاي الفترة لحتى تعرفي إذا كنت عايش أو لا. جدي، خلص لا تحكي هيك. شوف، أنا هلأ عم اعتذر منك، بترجاك تسامحني جدي. إيه، سامحها يا جدي، لأنه عم تحاول تعتذر عن غلط واحد. رجعت تتمسخر مرة تانية؟ لا تعمل هيك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.